قام المدرب قيس يعقوب معناتها بالتغييرات اللي اعطت اكلها في المباراه في الشوط الثاني واثرمت هدف ثاني. اجمالا معناتها مباراه كانت دون المتوسط رغم الميدان اللي كان عائق كبير ياسر على الملاعبيه. شكرا لك اذا البشير بن حمد اللاعب الدولي السابق لقواف القفصه والنادي الصفاقسي كان معنا في التحليل الفني. هكذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه المباراه كما قلت بالانتصار الرابع للافريقي على التوالي.